كلنا لاحظنا الارتفاع في درجه الحراره اللي عرفته معظم ربوع المملكه. المغاربه حسوا بالحراره ديالو بصح، والوجهه ديال الاغلبيه كانت هي شواطئ. تلاقينا البعض منهم، سولناهم كيفاش جاتهم هاد اليومين ديال الحراره وشنو قالوا. جينا البحر باش نعومو ونتبردو، واش زين تبارك الله مع هاد الموجه والحراره مع رمضان كنجيو نتبردونا في البحر. المهم نهار المهم قالوا لك كان واحد الحراره نهار ما بين الثلاث والجمعه، المهم جينا لهنا باش باش نتروحوا هنا شويه ونتبردوا شويه. الحراره من ثلاثه للجمعه الانسان لو كيجي البحر كيتبرد. هذه الحراره المفرطه اللي كاينه دابا واليوم كثر اليوم، انا اليوم كاين الحراره بزاف وكنجيبوا الوليدات باش يتبردوا، نجيو نتبردوا حنا ان شاء الله. الصاد عادي شي باللي بعد خطرات يتحرك البرد، بعد مرات شي يولي الجو هو داك، بعد خطرات كتكون شويه الحراره، بعد خطرات شي يرجع البرد كيف ما كان. ودابا مع الجو ديال دابا البحر بارد، دابا كاينه طالعه شي شويه بزاف، ولكن الناس راه كاين البلايص فين كيجي يتفجج شويه ويتبرد على كاينه داكشي. اليوم كيجي مزيان، ما كايناش شي حراره هنا حدا البحر، جاني انا بارد ماشي زعما كاينه شي حراره. مازال ملي كنت في وسط المدينه كانت شويه الصاد مع الطوبيس وداك الشيء. الحراره كاينه بالصاد ياك بزاف، ما غتبقى من الاثنين حتى الجمعه. ولهاد الحراره كنجيو للبحر باش نتبردوا شويه، واخا ما كنعوموش مي كيضربنا البرد شويه وصافي. ما الصاد الحمد لله هادشي ديال الله. الموجة ديال الحرارة مازال غتعرف في ارتفاع ملموس، وهاد الحرارة غتبقى من البارح حتى نهار الجمعة، وغادي تحرك فيها شوية ديال الشرقي. ايوا ردوا بالكم وخذوا احتياطكم.